عزيزي، لا نرى من هذه الحكومة أي خدمات سواء كمجسر نعم بدأت تظهر للعيان في بغداد. غير ذلك لا وجود كهرباء، لا وجود ماء، لا النفايات مكدسة في كل الشوارع والشوارع الحيوية، أي وهنالك مشاكل جمة بالإسكان، وهنالك مشاكل صحية، طبعا وهنالك مشاكل تعليمية. وصلنا إلى سنة 2024 ونحن أستاذ لازلنا غني، عندما أستاذ تبدأ غني الامتحانات نقطع مو قبل الإنترنت. لا أي بلد هذا أستاذ وأي غني خدمات هذه الذي نتحدث عنها أستاذ يا غني عزيزي؟ حضرتك اتطرقت للمجسرات اللي هسه موجودة حاليا، هل الحل هي بإنشاء مجسرات وترقيعات داخل المدن؟ لو الحل بإنشاء مدن متكاملة وتوسعة طرق جديدة وبناء حتى لو محافظات جديدة، عندنا العراق واسع فيها أراضي واسعة، نقدر نبني مدن كاملة، أكو عندنا الصحراء، عندنا الجنوب، عندنا حتى الشمال، هل الحل بهذه المجسرات؟ لا، من يقول الحل بهذه المجسرات؟ نعم هذه المجسرات كمالية لأغراض انتخابية أنشئت لأغراض في انتخابية، العاصمة بغداد، نعم أنشئت في العاصمة بغداد، باعتبار العاصمة بغداد تضم 9 مليون، فأي شخص يرشح على العاصمة بغداد ممكن أن يحصل العديد من المقاعد. هذه كل الاستراتيجية الذي تعمل بها هذه الحكومة، لأننا الذي يريد أن يعمل بشكل جدي عليه أن يبدأ من الأساس، عليه أن يبدأ من البنى التحتية، من المجاري، من التفاوض مع دول الجوار، مع إيران صادقني، ومع بس قل لي يا سوريا. مجاري، اذا هي اي حكومه هسه الحكومه جت وقالت يابا الفرص الاستثماريه جابت لنا، وين ماكو شركه غير رصينه، ما بدي اقول غير تعبير حتى لا نخالف القانون، شركات غير رصينه جت للعراق مليارات الدنانير على هذه المجسرات. أعرف يا أخي، أنا أقول لك كذا كما تقول أنت، نعم أقول لك هذه المجسرات عبارة عن دعاية انتخابية، لأنه المواطن العراقي طيب بعضا منهم يعني يبدون يقدرون الحالة اللي ينظروا لها، ولكنهم لا يدركون أن هنالك مشاكل جمة، لا يعرفون أن هنالك بنى تحتية أخرى يفترض أن تجهز قبل أن تجهز هذه المجسرات. هذه المجسرات حتى حرمتنا من الغطاء الأخضر. يا أخي أنت تعرف هسه يبدون يسوون مجسر بالرصافة، نعم قطعوا كل الأشجار اللي جاية من مطار المثنى وصولا إلى مستشفى الكرخ. كيف نعم يتم ذلك؟ العالم تتحسر على زراعة شجرة، إحنا نروح نقطع الأشجار؟ فهذه الأمور الترقيعية كما تفضلت حضرتك نعم لا تجلب لنا خدمات كما نحن نتطلع لها. ومن طيب حق المواطن اليوم أن يتظاهر ظهر في الناصرية وفي البصرة وفي ميسان وغدا في بغداد، رغم القمع ورغم التجاوز على المتظاهرين وسفك دمائهم، ولكن اليوم الشعب أعتقد سوف ينهض ويكون ذات صوت عالي للوقوف بوجه تلك الخدمات الترقيعية وبوجه الجالسين على الكراسي والذين يقولون نحن سياسيون ونحن حكوميون ونحن إداريون. طيب نعم.